الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. إلى سنن أبي داود. هنا انتهينا من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، صحيح؟ باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنو، باب في إيقاف يعني أجعلها وقفا. هنا أرض السواد هي أرض العراق، أرض السواد أرض العراق، سمي سوادا لحضرة السواد لحضرتي بالنخل وأيضا بالزرع. والأرض العنو هي الأرض التي فتحها المسلمون بالسيف، يعني التي أخذت قهرا لا صلحا. نعم، هل توقف أو لا توقف؟ طبعا احنا قلنا الشافعي قال بأن أرض السواد الأرض التي تفتح بأنها غنيمة من الغنائم تقسم. طبعا غير الإمام الشافعي قال بأنها إلى نظر الإمام، وهذا الأعدل وهذا الأقرب. ولذلك يقول الحافظ أن ابن القيم أن الأرض لا تدخل في الغنائم، والإمام مخير فيها بحسب المصلحة. هذا الذي فعله النبي في أرض السواد، جعله عمر في أرض السواد، وأيضا في أرض خيبر وإن قسمها فإن النبي رأى المصلحة في يعني وضع يد اليهود عليها وعاملهم على الشطر منها. الإيقاف ليس هو الوقف المشهور بأنه لا يمكن التصرف فيها، لا، الإيقاف هنا هو أن يجعل ريعها للمسلمين وأجيال المسلمين، لا تبقى لامرأة ولا لولد صغير ولا لغيره. فالنبي فتح رجل، النبي صلى الله عليه وسلم فتح خيبر، وأيضا أرض العراق فتحها عمر بن الخطاب وقسمها، ما قسمها وإن كان قسم النبي أرض خيبر، ما قسمها وجعلها وقفا للمسلمين وأجيال المسلمين حتى لا تقف على امرأة واحدة أو على رجل أو على صغير. لذلك روى المصنف بسند هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق قفيزها ودرهمها. سبحان الله، نبوءة من النبي، سبحان الله. قال ومنعت الشام مديها ودينارها، ما عليها الكافر ابن الكافر هذا النصير العلوي، فكيف ستعطي مديها؟ ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، ثم عدتم من حيث بدأتم. هذه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات الساعة، لها معاني، وأقرب هذه المعاني في هذا الباب أنها لما فتحت صارت للمؤمنين. نعم، وريعها كان لأهل الإيمان. فقال منعت العراق قفزها، لها تفسيران، التفسير الأول وهو أن أهل الكفر فيها لن الذين كانوا يعطونها الجزية فتدفع لخلافة المسلمين لن يعطوها لتمكنهم ولقوتهم ولضعف المسلمين. والتوجيه الثاني الذي أدين الله به وهو أنها ستملك لأهل الكفر فيمنعون خيرها لأهل الإسلام، فتمنع بأنه تحكم فيها الكفر. أنتم ترون العراق الآن من يتحكم فيها، من يملكها؟ الروافض الخبثاء مع الأمريكان، فمنعوا خيرها عن أهل الإسلام ومن المسلمين ونهبوها نهبا في هذا الباب. فمنع خيرها لتملك أهل الكفر عليها، ومنعت الشام مديا ودينارها، وهذا أيضا على سبيل الأصل. الآن عليها الكافر النصير العلوي منع كل الخير عن كل أهل الإسلام. والشام يعني لو ترى الشام وما في الشام الآن وما يحدث في الشام الآن، الله المستعان، ما لنا إلا الله. إخواننا في الشام يعني انتهكت الأعراض وسلبت الأموال وأزهقت الأنفس، والمسألة ما زال عليها هذا الكافر يأتي بالكفرة الفجرة ويضع يده في أيديهم من أجل نهب هذه البلد التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام
فلا خير فيكم. ونحن يعني وإن كانت قلوبنا تحترق لكننا نعلم أن قيام الساعة هناك، والغوطة خير إشارة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سينقسم الناس إلى أجناد ثلاثة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق، إياكم وجند العراق، الفتنة هناك رأس الشيطان، وعليكم بجند الشام وإلا فجند اليمن. قال: ومنعت مصر إردابها. تعلمون أن عمر بن العزيز لما عمرو بن العاص عندما فتح مصر وكانوا قد صالحوا على الجزية والخراج، فكان كل ذلك يبعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال: ثم عدتم من حيث بدأتم. هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. عدتم من حيث بدأتم، أي عدتم للجاهلية الأولى التي كانت متحكمة، فالآن لا يعرف من الإسلام إلا اسمه. نعم. أهل الإسلام في غربة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، ومن تمسك بالسنة أو بالكتاب كان من أشد الناس غربة. وليست الغربة المحزنة أن تكون في غربة وترى عوام الناس في واد وأنت، فهذا معلوم وهذا يصبر حتى المسلم على ذلك. الإشكال الذي يجعل القلب يحترق والإنسان يهتز وتهتز أركانه أنه في غربة داخل الغربة، أنه داخل الوسط الملتزم في غربة. ويقال لها يعني من سنين كانوا يأخذونني بالشدة ويقولون: أنت تغرد وحيدا بعيدا فريدا. قلت: دعك من التغريد، سأكون وحيدا بعيدا إن كنت متمسكا بالكتاب والسنة، وإن عندكم بمجموعكم وبجماهيركم من يستطيع أن يظهر لنا ما عندهم من الكتاب والسنة نحن تابع له وخدم له. لكن الجعجعة بلا طحن هذه يعني لا ترى فيها خير، ورفع الرايات دون الفحوى التي يمكن أن يستقيم تحتها الإنسان لا تفيد. فالغربة داخل الغربة، أنت في غربة. نحن يعني أمس بعد ما صليت الجنازات أمشي لأن رجلي كانت تعباني جدا، ماشي معي بعض الإخوة الأفاضل فبيكلمني على هذا الباب، قال: يعني ألا ترى ما نحن فيه؟ أنت أصلا معارض من جميع من على الساحة، من جميع من على الساحة. فقلت له: وش بعدها؟ وش اللي فيها يعني؟ تراني ألين يعني ولا ماذا أفعل؟ أنت ماذا تريد مني؟ قال: لا، أنا أقول لك حالنا يبكي، نحن بين المطرقة والسنداد، الذين منا يقاتلوننا لأننا لا نوافقهم في الرأي وفيما يتبنون، والذين يعني ضدنا فهؤلاء يتوغلون في الكراهية والحقد، الأشاعرة والمعتزلة والروافض والخوارج، كل هذه الطوائف. قلت: هذا يزيد من عزمنا. فقال: حتى الذين ترسموا الشريعة وأرادوها أيضا يحاربوننا. فقلت: إذن كن على الجادة ولا تتلون. قال عمر، قال حذيفة: إياكم والتلون، إياكم والتلون. ولذلك النبي لما وصف وصفا دقيقا عندما قال: وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا هنا في قولي عدتم من حيث بدأتم فيها أيضا دلالة على العود. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند الخلصة صنم كانوا يعبدونه من دون الله جل في علاه. أنت ترى الآن أما تسمع الأغاني حتى تقول: مدد مدد كذا، يطلبون المدد من النبي الميت، هو حي حياة برزخية، ما لك أنت والحياة البرزخية؟ أنت ما لك، هو الدنيا أنت انفصل عنها وانتهى. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعندما يستغيثون بالموتى يقولون: أنتم لا تفقهون، أنتم في اللغة ضعافة. وهم أضعف الناس في اللغة وأضعف الناس في الأصول وأغبى الناس في مسائل الصفات، فماذا نفعل مع هؤلاء القوم؟ لكننا لن نسكت، لأنهم لا يستحون على باطلهم وعلى جهلهم وعلى حيدتهم عن السنة. فهل نحن على الحق وعلى العلم نسكت؟ لا والله ما نسكت.
وسنظهر ذلك جهارا نهارا حتى ترتفع راية السنة خفاقة عليها إلى السماء. كان ابن حزم له كلام من أعجب ما يقول، كان بيقول بأنه محاربة البدعة من الدين، قال لأنه إذا قامت البدعة هدمت السنة، وهدم السنة معناها ضياع الدين، هدم السنة معناها ضياع الدين. ولما فتح عمر بن الخطاب السواد جعله وقفا، وجعل الريع لجميع أجيال المسلمين، وهو نصح يعني، هو استشار ابن أبي طالب واستشار الصحابة في ذلك، قالوا سيذهب المال إلى امرأة أو إلى صبي يموت الغانم، ثم يكون لامرأة أو لصبيه الصغير، وأهل المسلمين فيهم إيش حاجة وجوع، فكان الأولى أن يوقف على أهل الإسلام، فجعله للأجيال المتتالية المتتابعة. فالصحيح هنا على أن الأرض التي فتحت عنها تكون تحت نظر الإمام، وباجتهاد ولي الأمر، هو الذي ينظر الأنفع للمسلمين فيفعله، ينظر الأنفع للمسلمين فيفعله. وإن كان الحديث الذي سنختم به الباب يعني فيه دلالة على أنها تقسم لأنها غنيمة من الغنائم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما قرية أتيتموها وقمتم بها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول ثم هي لكم. يعني شوف انظر، خمسها على أنها من الغنائم، على أنها من الغنائم، وهذا لا يعني ليس لا يشوش على ما قلناه. وما ولما لا يشوش على ما قلناه؟ قلنا تخمس لأنه يكون من نظر الإمام أن تخمس فتخمس، لأننا ما قلنا لا تخمس، قلنا المسألة رجع إلى من؟ إلى ولي الأمر، فينظر فيها إن كان المصلحة أن تخمس تخمس، وإن كان المصلحة أن يوقفها كأرض السواد أوقفها، فالمسألة راجعة إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر. نعم، في هذا الباب، ففي قوله أتيتموها وقمتم فيها يعني صلحا فسهمكم فيها، وأيما يعني حقكم من العطاء كما يصرف الفيء يكون لكم، لا كما يصرف الغنيمة، الغنيمة تخمس. قالوا أيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله وللرسول، يعني تخمس. ولما فرق بين الصلح والعنوة قال فيها أنها غنيمة. قلنا أما الصلح فقد اتفقوا على ذلك، وأما ما فتحت عنوة فإن الأفضل فيها أن نقول الإمام مخير بين أن يخمسها وبين أن يوقفها لأجيال المسلمين، لأن النفع فيها أعظم، وهذا الراجح الصحيح. الفوائد المستنبطة: تحكيم عيون مقاصد الشريعة، وهذا من الفقه الراقي. الإخبار بالغيبيات من علامات النبوة، منعت العراق مديها أو قال قفيزها ودرهمها، قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها. الأصل في العطف المغايرة، والاجتهاد للعلماء في ذلك له محل، لا سيما الشورى، لأن عمر الخطاب حكم بأرض السواد عندما استشار الصحابة الكرام. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذا فقه كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.